بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في مختار فلوجز. النهارده هتكلم عن الفرق بين الموبايل تيستينج والويب ابلكيشن تيستينج. في البدايه واحنا بنعمل تيستينج بريباريشن، المفروض ان انا بكتب التست كيسز او السيناريوز اجينست الريكويرمنت بتاعه الابلكيشن اللي انا شغال عليه. لو مفيش ريكويرمنت غالبا بقسم الابلكيشن لمجموعه موديولز، وكل موديول فيه مجموعه فيتشرز، وببدا اشوف ايه هي التست كيسز بتاعتي. ولكن في بعض الاعتبارات لازم ناخدها واحنا بنعمل تيستنج على الموبايل او الويب ابلكيشن. في البدايه زي ما احنا عارفين، احنا عندنا ثلاث انواع رئيسيه من الابلكيشنز: موبايل ابلكيشن، ويب ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن. الديسكتوب ابلكيشنز نوعا ما بدات تندثر او موجوده بس مش بنفس الانتشار بتاع الموبايل والويب ابلكيشن. نيجي بقى لنقطة الموبايل. لو أنا بعمل تيستنج على موبايل، إيه هي الكونسيدريشنز أو الحاجات المفروض أكون بفكر فيها وأنا بعمل تيستنج على الموبايل بسايد الريكوايرمنت بتاعتي؟ يعني جنب الريكوايرمنت بتاعتي لازم أكون في بوينتس هعمل عليها تشيك. أول حاجة، أول نقطة هتكلم فيها النهاردة، إيه الفرق بين النيتيف والكروس بلاتفورم أبلكيشن، موبايل أبلكيشن. النيتيف ابلكيشن هو عبارة عن بيور كود، يعني اندرويد ابلكيشن او اي او اس ابلكيشن. غالبا بيبقى التو تيمز مختلفين، ده تيم بيكتب باندرويد وده تيم بيكتب باي او اس، فبالتالي انت بتتعامل مع تو تيمز او على الاقل في فردين او تو ديفلوبرز بيشتغلوا منفصلين عن بعضهم، تمام؟ فبالتالي لما باجي اعمل التست كيسز او اجي ارن التست كيسز، لازم اعمل رن للتست كيس كلها على التو ابلكيشنز بالظبط، تمام؟ طيب ايه الفرق بقى بينها وبين الكروس بلاتفورم؟ الكروس بلاتفورم ده كود واحد وهيطلع منه تو سورسز، واحد منه هيترن على الاندرويد ابلكيشن، على اندرويد موبايلز، وواحد منهم هيترن على الايفون، تمام؟ فبالتالي اللي شغال تيم واحد او هو ديفلوبر واحد بس اللي شغال. بنسبة 95% الباجز في الكروس بلاتفورم بتبقى متشابهة، غالبا هي الباجز اللي موجودة هنا هي الباجز اللي موجودة هنا، بس دايما في نسبة ال 5% دي الباجز هتلاقيها مختلفة بين الايفون، يعني بتحصل هنا ومبتحصلش هنا، تمام؟ فدي اول بوينت لازم اكون عارفها، ايه الفرق بين النيتف كروس بلاتفورم، وببدا اسال التيم بتاعي، الديفلوبمنت تيم بتاعي، او الشركه اللي انا شغال فيها او الشركه اللي انا بعمل لها تيستنج، تمام؟ هل الابلكيشن بتاعي نيتف ولا كروس بلاتفورم؟ رقم اتنين، الكونكشنز اللي انا هشتغل عليها، تمام؟ لازم اكون هعمل تيستنج على واي فاي، على 3 جي، على 4 جي، فالحاجات دي كلها لازم تبقى موجوده في الكونسيدريشنز بتاعتي وانا بعمل تيستنج بريباريشن. رقم ثلاثه، ايه هو المينيمم او اس فيرجن اللي انا هشتغل عليه، تمام؟ لازم اكون عارف مثلا لو انا بشتغل على ابل، فايه هي مثلا اقل فيرجن ابل بتعمل له سبورت، فبالتالي الديفلوبمنت لما هيطلع لي باكج، تمام، هتبقى كومباتبل مع اقل فيرجن موجوده. بلس ايه هي اعلى فيرجن، هل احنا بنسبورت لغايه الليتست ريليز، مثلا لو اي او اس طلعت اي او اس 14، فهل انا بسبورت لكده ولا لا، تمام؟ نفس الكلام على الاندرويد. رقم اربعه، الديفايسز اللي انا هشتغل عليها وقت التستنج اكزكيوشن، تمام، لازم اكون عارف ايه هي الديفايسز، تمام، او لازم اكون عندي فرايتيز اوف ديفايسز. اولا تمام، هل انا بسبورت الايفون والايباد والاندرويد موبايلز بس، ولا هدخل في الويتس الاكبر، تمام، وهيبقى عندي تابلتس ريليتد للاندرويد وعندي ايباد ريليتد تو الاي او اس، الاي او اس او اس، تمام؟ فدي برضو بوينت لازم اكون عندي في الكونسيدريشنز. هل في ريكوايرمنت سبيسيفيك، مثلا والله الراجل الكاستمر عايز يكون مثلا بسبورت الموبايلات الدايمنشنز بتاعها صغيره ولا لا، ولا دي مش تبقى فارقه معاه، الموضوع بالنسبه له عادي، تمام؟ برضو دي نقطه لازم اكون حاططها في الكونسيدريشن بتاعتي، لانه لو بيتطلب ماشي ده هيسبب لك مشكله قدام لو انت ما عملتش عليه تيستنج. اللي هيقبل منك او اللي هيعمل يو اي تي او الكاستمر لما يجي يجرب، تمام، هيقول لك مثلا ان انا عندي مشاكل موجوده على ديفايسز بالشكل الفلاني بالدايمنشنز الفلانيه، تمام. بلس برضو الرامز، يعني في بعض الريكويرمنت بتبقى موجوده في بعض البروجكتس، مثلا يقول لك ان انا محتاج ديفايسز يكون الرام بتاعها اقل من 512، تمام، فدي برضو لازم تبقى داخله معايا في الكونسيدريشنز وانا بفكر
وانا بعمل البريبريشن بتاعي تمام، علشان لما اجي اعمل ران للتست كيس بتاعتي اكون عارف انا بعمل ران على ايه تمام، وبالتالي طبعا هلاقي عليها مشاكل وهكذا. في بعض على الموبايل ابلكيشنز بيبقى مطلوب منك رقم 5 تمام، بيبقى مطلوب لما بتيجي تعمل انستول وتعمل سيت اب للابلكيشن بيطلب مجموعة اكسس تمام، مثلا هيأكسس الكاميرا، هيأكسس الجاليري وهكذا تمام. دي برضو نقطة لازم أكون عارف إيه هي الـ access permissions اللي هتبقى مطلوبة في الأبليكيشن تمام. والمفروض يكون عندي justification ليه هو بيعمل access للpoints دي تمام. بلس إن أنا هعمل تشيك، إن أنا لما أعمل مثلا كل تشيك أنت بتعمله بتقول إن أنت بتأجري على البرميشن ده وأنت بتعمل تيستنج، المفروض إن هو بيرفلكت في السيتنجز بتاعة الموبايل على الأبليكيشن اللي أنت بتعمله تيستنج ده. فانت لو عملت اون تشيك في السيتنجز ايه اللي هيحصل مع الموبايل ابلكيشن تمام بتاعك؟ هل هيستمر؟ هل هيحصل كراشنج او وات ايفر؟ فدي لازم تبقى داخله في الكونسيدريشنز بتاعتك برضو وانت بتعمل تيستنج للموبايل. دي نقط اساسيه في الموبايل ابلكيشنز تمام، لازم اكون بفكر فيها وانا بعمل تيستنج او وانا بعمل بريبريشن من البدايه. الويب ابلكيشن لازم افكر فيه بشكل، احنا برضو نفس الكلام بنعمل against the requirement التست كيس بتاعتي، لكن انا عايز اعرف انا بسبورت براوزرز ايه تمام، يعني هل هسبورت كروم، فايرفوكس، اي اي، انتركس بلورر. طبعا انتركس بلورر المفروض ان هو هيكسباير يعني قريب تمام، بس دلوقتي في مايكروسوفت ايدج مثلا، فهل انا بسبورت مايكروسوفت ايدج ولا لا؟ هل بسبورت سفاري ولا لا؟ تمام، كل الحاجات دي لازم تكون داخله معاك، لان ده هياخد من الوقت اللي انت بتعمل فيه رن التست كيسز بتاعتك، فبالتالي لازم تبقى داخله في الاستيميشن اللي انت عامله تمام. دي نقطه مهمه. هل الويب ابلكيشن ده هيبقى ريسبونسيف على الموبايل تمام؟ في الحاله دي تمام لازم اكون عارف برضو البراوزرز اللي انت هتعمل لها سبورت على الموبايل، يعني انت هتفتح الويب ابلكيشن اللي هو الويب سايت على الموبايل مثلا اندرويد على كروم، على كروم بتاع الموبايل، فهو المفروض يكون عليه ريسبونسيف تمام، او على الايفون على سفاري تمام وهكذا. فانت لازم تكون عارف برضو انت بتسبورت ايه بحيث ان ده يكون معاك في الكونسيدريشنز تمام. ده بشكل عام اوفر فيو ايه الفرق بين الموبايل تيستنج والويب ابلكيشن تيستنج تمام. لما حد بيسالني على موبايل تيستنج خصوصا لان ده يعتبر فيه كونسيدريشنز كتير، وطبعا اكيد مش كفرد في الفيديو ده تمام، برشح لهم تو فيديوز، الفيديو الاولاني للبشمهندس ياسر جمال والفيديو الثاني للبشمهندس سامر دسوقي تمام. هسيب لكم التو فيديوز دول فعلا ريفرنس قوي جدا لاي حد عايز يفهم يعني ايه موبايل تيستنج ويبقى عنده كونسبت فعلا لما يبقى مثلا داخل انترفيو هيتسأل في الموبايل تيستنج، او مثلا شغال في بروجكت فريلانس او عايز يفهم يعني ايه موبايل تيستنج. فهي حاجه بسيطه جدا لطيفه، التو سيشنز غالبا واحده 40 دقيقه او واحده ساعه تمام، بس فعلا ده ريفرنس قوي جدا وهتبقى مستفيد جدا لما تشوف الفيديو ده، هسيب لكم في الديسكريبشن، ولو في حد عنده اي استفسارات في المنطقه دي ممكن يسيبها برضو في الكومنتس وان شاء الله هرد عليكم، وإن شاء الله يكون الفيديو ده مفيد لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.